قال لك كيف نجح فايلر في تطوير اداء مجموعه من اللاعبين المهمين في مقدمتهم عمرو السوليه طبعا، واستفدته من وليد سليمان المطلقه حتى في بعض المشاركات كاحتياطي او كذا او كذا، من وجهه نظرك؟ كنا دايما بنتكلم في الاستوديو هنا، ودايما الحمد لله احنا اربعه بنتكلم على الجراءه اللي عملها مستر فايلر مع اللعيبه نفسها، وده مهم جدا. هو عارف جاي فين، وعارف الحلو فيه ان هو عارف مستوى اللعيبه، وعارف يوظف اللعيبه، وعارف ياخد منهم احسن حاجه. يعني التطور اللي حصل مع عمرو السولية ده ما كابتن فاروق كان بيشيد بيه يحسب له. عمرو دلوقتي ما بقاش لعيب ارتكاز عادي جدا، لا لا لا، متطور في ادائه، في طريقته الهجوميه. مجدي، وليد، وعارف مع كم من النجوم الكتير دي قوي، يعرف يستفاد من كل واحد صح. ودي تحسب له، ممكن مدير فني تاني مع انه وسنه صغير، مع كثره النجوم دي ممكن كانت حصلت تخمه مشاكل ما طلعش من النجوم دي احسن حاجه. لكن هو الميزه ان هو طلع من كام من النجوم دي احسن حاجه عنده. الى جانب ان دايما النادي الاهلي عنده دافع المكسب في كل مباريات، يعني مع احترام الكامل لمستر فايلر، كل المدربين اللي جم قبله بياخدوا بطوله الدوري دي بالنسبه لهم مع احترام الكامل لكل الانديه بتبقى الحاجه المفضله، نادرا ما بيخسر مدرب بطوله. لكن هو عارف جاي فين، استفاد كويس قوي من اللعيبه، الاداره كمان تحسب له ان هي وفرت له كل الامكانيات اللي ممكن ينجح بيها، وهو لحد اللحظه دي ناجح جدا 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 في الدوري المصري. لكن محليا 100%، محليا طبعا امتياز، ويمكن زي ليفربول يمكن بالظبط نفس الانطلاقه ونفس الفروقات الكبيره. اكيد الفرقه الثانيه جايه وعلى في مقدمتهم زي ما متفقين هنا الزمالك، دايما في الاخر هتبقى المنافسه بين اهلي وزمالك، هم اللي اخر اتنين اللي هم نفسهم طويل، عندهم كم النجوم اللي موجوده اللي تقدر تخليك تخلص دوري عام. طيب في هذا الاطار يا كابتن فاروق، الاهلي ما زال بيضع في اولوياته او من ضمن اولوياته الكبيره التعاقد مع مهاجمين. يعني جاب كهربا وعنده مروان محسن، مفترض عنده صلاح محسن، وكان بيستثمر في اجاي كراس حربه، ضم السنغالي اليو باجي، رغم انه من غير اليو باجي ده الاهلي هو الاعلى تهديفا في الدوري العام. ايه السبب؟ يعني انا عايز اقول حاجتين مهمين جدا. فضل. يعني بتبقى في المدر، اول حاجه النادي الاهلي عنده استقرار فني كبير جدا، بمعنى ان عنده كم من اللعيبه تقدر تعمل بيهم اي تشكيل في اي وقت واي تغييرات في اي وقت. نعم. يعني اللعيبه مساعده، يعني انت اللعيبه مثلا ما عندكش عجز في مركز، حتى في مركز فيه واحد واثنين وثلاثه اصابات بتلاقي التعويض موجود، ما فيش مشاكل. لو بتكلم على نص ملعب الارتكاز، النادي الاهلي عنده بتاع اربعه خمسه، حتى لو في اصابات النادي الاهلي كان عنده مشكله في الدفاع، في العمق الدفاعي دلوقتي اللعيبه كتير موجوده بعد اصابه سعد سمير، دي ممكن تهز فرقه لو في اي فرقه ما عندهاش مثلا اربع خمس لعيبه. بجانب وعنده في المنطقه دي مين؟ عنده رامي ربيعه، وياسر وياسر ومحمود متولي يعني، وايمن بيلعب في الحته دي. ايمن اشرف بيلعب في الحته دي. النادي الاهلي عنده هو، والحته دي برضك الى حد ما فيها مشكله، فيها مشكله ان قلب الدفاع فيها مشكله، ان يعني دايما في اصابات، في انذارات، في تغيير، فدي بتحصل عدم استقرار في الناحيه الدفاعيه. النادي الاهلي عنده من الحاجات الكويسه مثلا ان تاتش وود على علي معلول، لان هو بيلعب ناحيه الشمال ومستمر في الاداء، اي ما في ملوش بديل على علي معلول. يعني اللي بيلعب كمان محمود وحيد ملوش بديل، وايمن اشرف لعب، يعني هو ايمن اشرف حتى ما بيلعب هو ملوش بديل. يعني كل ده هو ناحيه المستوى. يعني هنتكلم نمره واحد علي، وبعدين نشوف بقى نمره اتنين نقعد نتكلم فيه، لكن ما بتقولش نمره اتنين مين، انا ما حدش قريب منه في المستوى. ناحيه اليمين النادي الاهلي وحسين السيد ما زال مقيد كمان على فكره، وحسين وحسين السيد مختفي عن الصوره يعني. الناحيه الثانيه في النادي الاهلي عنده الظهير مثلا احمد فتحي، بيتكلم في اتنين، واحد لسه صاعد وواحد عنده خبره، فالراجل بيعرف يشتغل معاهم ويتعامل معاهم. يعني ده السبب ان هو راح للمنطقه الهجوميه، انه عنده وفره دفاعيه، عنده ونص الملعب، ونص الملعب مليان، نص الملعب. وبعدين الطرق بتاعه الكوره، ما انت النهارده ممكن تلعب بثلاثه مدافعين وتلعب باربعه في نص الملعب، يعني هو عنده نص الملعب والمدافعين ما عرفهمش مشكله، لكن المشكله الحقيقيه النادي الاهلي جايبين يمكن اعلى نسبه اهداف، لكن كان عنده فرصه ان هو يجيب اكتر من كده الاهداف. يعني عنده لعيبه مثلا لو احنا حتى اتفرجنا على المباراه الاخيره جايب 35 هدف. حتى لو اتفرجنا اقرب واحد ليه يا كابتن فروم، اسف لو مقاطعتك، اقرب واحد له فريق بيراميدز جاب 19 هدف. طيب. هو جايب 35 هدف طبعا، وخلي بالك كلهم ماتشين كمان اقل من بيراميدز. طيب. وبعدين في حاجه ثانيه، انت النهارده في النادي الاهلي مشكله في الهجوم، لكن ما حدش حاسس بيها. يعني النادي الاهلي ما عندوش مهاجم صريح بيلعب من بدايه المباراه،
يعني لو مروان بيلعب، مروان محسن بيلعب، يمكن في الماتشين الاخر دول بدا يبقى موجود، لكن طول من اول السنه وليد ازارو مش في حالته، أجاي هو اللي بيلعب في الحته دي وبيقدر الى حد ما. صلاح محسن بعيد ما بيلعبش، لكن النادي الاهلي عنده الحلول، حلول في نص الملعب المهاجم. لو مسكنا الاهداف هنلاقي نص ملعب المهاجم بتاع